اختتم مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس تظاهر 1-2-3 مسرح بمسرح الطفل بعد أن كان للشباب والكهول نصيب. وقد لقيت مسرحية العمالقة تحكم المدينة إقبالا جماهيريا كبيرا واستحسان الأولياء والأطفال. كان العرض ذات يوم الصحة ما قصروش الصغيرات إذا تي انتيريسي الممثلين كقد هيك حد جهدهم سي بيان. عجبتك المسرحية؟ اي شنو عجبك فيه؟ هكا الجمهور جبنا نحصل على البنديجنا باش كما نجينيش الحشرات. الصغار شيخت تفاعلت مع المسرحية، تفاعلت معانا، ضحكت شيخت، سكتت وقت اللي تسكت، ضحكت وقت اللي تضحك، تصفق وقت اللي يوجب، ومعناتها تسكت وقت اللي تسكت. التعليم اللي فيها معناها تحفون، خاصة نحافظوا انها تكون باللغة العربية. المدينة ولات سمحة ومزيانة. هو 1-2-3 مسرح. بدينا بالشباب والكهول وتوا دخلنا في عملنا الاطفال واليوم الاختتام. بكل صراحه الاعمال جيده، اغلبهم جيدين بصفه عامه، كذلك التنظيم ولا يخفى، هل يخفى القمر معنا تنظيم في مركز الفنون الدراميه، لانه هذا ما انتو. عجبتني اللي احنا لازمنا نحافظوا على المدينه وعلى البيئه. 1-2-3 مسرح مركز فنون دراميه بصفاقس اسنا نعتبروه معنا متميز وناجح بامتياز، لأنه فما حضور جماهيري مكثف، فما عروض متميزة، فما جانا عرض من تونس، جانا عرض من الكاف. مسرحية العمالقة تحكم المدينة مسرحية فكاهية واقعية وفي قالب فكاهي حاول ممثلوها تمرير رسالة إلى الأطفال باللغة العربية البسيطة، مفادها نظافة المدينة هي مسؤولية الجميع. المسرحية أنتم تفرجتوا عليها بطبيعة هي العمالقة تحكم المدينة، هي مسرحية معناها هاتفة، نظافة المدينة، نظافة البلد، نظافة الأوساخ، حشيك، نظافة الأمخاخ والعقول، خاطر هي تحكي على كل شيء، نظافة بأتم معنى الكلمة. النظافة ضرورية في هالبلاد هذه، نظافة ضرورية لكل شيء، راه مش كان الأرض ونظافة العقول، نظافة الأجسام، نظافة العلاقات بين البشر، أنه إذا وصلنا نظفنا عقولنا ونظفنا بلادنا من الشوائب اللي قاعدة عايشين فيها، الحمد لله باش تقدم لاباس بلادنا بحول الله. وحابين نوصلوا للصغار والعباد الكل كبار باش التنظيف ديما ماذا بينا ننظفوا في المسرحية، كيفاش كنا احنا لوثنا المدينة بتاعنا ومن بعد كيفاش هجموا علينا الأشرار وكبروا الأوساخ هذوكم ولاو لنا أشرار وحكموا فينا، كيفاش رجعنا وغلبناهم بالنظافة. حبينا نخدموها بطريقة بعيدة على الوعظ والإرشاد الجاف عادة اللي ما يقبلوهاش الأطفال، لأنه ديما يحب يمشي عكس اللي تقوله، كتقوله ما تعملش، لكن كي أنت تخلي له قدامه نتيجة تراكم الأوساخ والأهمال وين مش توصل، أنه الحشرات نجم تكون كبيرة وعملاقة وتنجم تقضي عليه، فمن هنا نولي هو خايف أنه غدوة الذبابة تولي كبيرة والبعوضة تولي كبيرة، ونشوفوا اللي رناه اليوم النتيجة وين ولات. إن شاء الله يا ربي تونس راهي ماشيه للامام وراهي ماشيه باش نرجعوا وماشيين لاباس. ترسيخ ثقافه المسرح لدى الناشئه هو الهدف من تظاهره 1-2-3 مسرح، ونجاحها هذه السنه هو نتيجه تشريك الشباب في العمل المسرحي الذي لقي عروضا اخرى في عده ولايات.